السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لجميع المتابعين. اليوم إن شاء الله كما العادة دورة خفيفة في سوق بواد بتوازن الطيور بتاريخ 18/2023. سوق اليوم تميز كالعادة الحمام بكل أنواعه، دجاج زاد رجع للسومة تاعه، عاد وصل سوى الفيومي ولا العربي الحق 140-150، فلوس قليل ياسر، قال ما كان واحد لقيته ما ود باش نشري ما عنده، وما لقيت ما تم الاتفاق ما بيناتنا الحق 28 وباع ب30. الوزن ما كانش، الداب ما كانش، كوبله واحده بط بربري، هذا مكان راكم تعرفوا السوق في الواد ديما في الصيف كره ناقص، وهذا مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دجاج قليل كاش واحد عندك كوطة في يومي عتوب والله الحمد لله ما شاء الله 3 أيام 4 أيام وبيدا راك عاد تشوف لي الله يسلمك كاش حمام مش دجاج هذا برا شارك انت بس نعمه كبيره كشف فلوس والو الصراحه احمد عبد شوي ازدي مالك مالك هذا ستينات
الستينات. كوبلات بغدادية بغدادي وكوبلة غلير. طلع طلع كوبلة غلير لطة هون. هاي كوبلة غلير. خلي الزين هزديك هزديك راك طيحت لي الدرا. طيب كيف الشاي هذا؟ يطلع كوكو حط مع جاي فوز. طيب وش بس ما جيت حسين في السوق. لا 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 لا